بهم وبياليهم أشد النصر وبالفرج يا رب بهم وبلاديهم أشد النصر وبالفرج الله 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 يا رب بهم اشتدي أزمة تمتلج اشتدي أزمة تمتلج قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سوج حتى يغشاه أبو السروج اشتدي أزمة تمتلج قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سوج حتى يغشاه أبو السروج وسحاب الخير له مطر فإذا جاء الإبان تجي وقوائد مولانا جمل بسروح الأنفس والمعاجي ولها أرج محي أبدا فاقصد محيا ذاك الأرج فلربما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج فلربما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج يا رب بهم وبياليهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبياليهم عجل بالنصر وبالفرج فلربما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فذو سعة وذو حرج ونزولهم وطلوعهم فإلى درج وعلى درج ومعايشهم وعواقبهم ليست بالمشي على عوج حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج فإذا اقتصدت ثم انعرجت فبمقتصد وبمنعرج شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على الحجج يا رب بهم وبياليهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبياليهم عجل بالنصر وبالفرج شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على الحجج ورضا بقضاء الله حجة فعلى مركوزته فعوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل لخزائنها ولج فإذا حاولت نهايتها فاحذر إذ ذاك من العرج لتكون من السباق إذا ما جئت إلى تلك الفرج فهناك العيش وبهجته فلمبتهج ولمنتهج تهج الأعمال إذا ركدت فإذا ما هجت إذا انتهج ومعاصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق السمج ولقاعته وصباحتها أنوار صباح مندلج من يخطب حور الخلد بها يظهر بالحور وبالفنج من يخطب حور الخلد بها يظهر بالحور وبالفنج بها يظهر بالحور وبالفنج فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي واتلو القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه شجي وصلاة الليل مسافتها فذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترج وشرى التسنين مفجرها لا ممتزجا وبممتزج
مدح العقل الآتيه هدى وهو متولي عنه جد وكتاب الله رياضته لعقول الخلق بمندرج وكتاب الله رياضته لعقول الخلق بمندرج يا رب بهم وبآلهم رياضته لعقول الخلق بمندرج وخيار الخلق هداتهم وسواهم منها مشي لا مشي فإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الراجي وإذا أبصرت منار هدى فظهر فردا فوق السبج فإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الراجي وإذا أبصرت منار هدى فظهر فردا فوق السبج وإذا اشتاقت نفس وجدت ألما بالشوق المعتلي وثنايا الحسنى ضاحكة وتمام الضحك على الفلج وثنايا الحسنى ضاحكة وتمام الضحك على الفلج وعياب الأسرار اجتمعت بأمانتها تحت السرج والرفق يدوم لصاحبه والقرب يصير إلى الهراج على المهدي الهادي الناس إلى النهجي صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهجي صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهجي صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهجي وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته الليل وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته الليل وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج وأبي عمر ذي النورين مستحي المستحي البيج وأبي عمر ذي النورين مستحي المستحي البيج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج وعلى السبطين وأمه ما وجميع الآل بهم ثلاجي وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج وعلى الحسنين وأمهما وجميع الآل بهم ثلاجي وعلى الأصحاب بجملتهم بذلوا الأموال مع الواجب وعلى أتباعهم العلماء بعوارف دينهم الدليج واختم عملي بخواتيم يبون غدا في الحشر ناجي يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر عملي بخواتمهم يكون غدا في الحشر نجي واختم عملي بخواتمهم يكون غدا في الحشر نجي يا رب بهم